شفيع هذا القرآن شفيع عند الرحمن شفاء وهدى وأمان ضياء في كل زمان سعيد من عاش هدى ترتيل ضياء رضوان الله يعيد للقلب حياة شفيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا في سن 14 سنة، كنت بسمع الشيخ أحمد بن علي العجمي فعجبني صوته، فكنت بحب أسمع القرآن الكريم منه فحببني في حفظ القرآن الكريم، وبدأت حفظ القرآن. حفظت القرآن في سن 14 سنة، حفظت جزء عمة وجزء تبارك وجزء قد سمع وشوية من سورة البقرة. ذهبت للشيوخ عشان أحفظ القرآن، حفظت على يد الشيخ علي المنزلاوي ودكتور أحمد المزين. بدأت مع تجويد القرآن الكريم، وبدأت مع تظبيط مخارج الحروف والصفات، وعلمني حاجات كتيرة في التجويد والمخارج، وحفظ القراءات على ايد دكتور احمد خطاب. الشيخ محمد الجويني لما جانا المكان، احنا اول ما بيجي عندنا الطالب يحفظ القرآن بنعمل له حاجة اسمها قياس مستوى. دكتور حاطط النسبة، ايه قياس المستوى؟ بنشوف ايه اللي ناقصه وبنكمل عليه. فمحمد لما جاء ناقصوا حاجات كتير، فبدأ الدكتور يضع لنا خطة على كده، وبدأنا ننفذ الخطة مع محمد. مشت الخطة كما وضعها الدكتور بالضبط، فمن هنا بدأ محمد يعلم معانا في المستوى، وبدأ يعلم معانا في القراءة، وبدأ ما شاء الله يستجيب بسرعة كبيرة جدا. ومحمد بدأ معانا من سن 16 سنة وهو معانا، بدأ معنا يشتغل الحمد لله، وصل بفضل الله عز وجل أن الدكتور أحمد صعده كمان أنه هو يمسك قسم القراءات في الأكاديمية. والله بدأت كنت باخد صفحة، بعد كده خدت صفحتين، بعد كده خدت ربع، يعني كنت بحفظ بس أحفظ وانس. يعني لما ختمت القرآن كنت سعيد جدا، أنا والدي ووالدتي وعمامي وعماتي وأختي، كل أقاربي كانوا مبسوطين مني جدا وفخورين إن أنا حفظت القرآن الكريم. لما حفظت القرآن دخلت معهد القراءات، وحبيت إن أنا أحفظ القرآن زي ما تعلمته أعلم القرآن الكريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه أفضل نعمة في الدنيا، إنك تحفظ الناس القرآن وتعلمهم زي ما تعلمت. كان عندي شغف في حفظ القرآن الكريم،
واني اجوده وارتله واقراه قراءه صحيحه واحفظه. لما انا ختمت القران على ايد الشيخ علي المنزلاوي، فبعد كده اتجهت للدكتور احمد عبد المقصود بن زين، بدات معاه تجويد القران الكريم وتحسين مخارج الحروف والصفات، وتعلمت مني اشياء كثيره في تجويد القران الكريم. بعد تجويد القران الكريم اتجهت الى القراءات العشر، حفظت على ايد الشيخ احمد خطاب، واتجهت الى حفظ القراءات والشاطبيه والدره والطيبه. والله في صغري كنت حاسس اني مش هحفظ القران، بس مع العزيمه والصبر والاجتهاد وصلت الى حفظ القران الكريم. القران لازم نتعلم من القران احترام الاخرين، وان نكون قدوه للاخرين، وأن يكون القرآن في أخلاقنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يسير على الأرض. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجب أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق ومن القرآن الكريم. معي إجازة بقراءة عاصم بن عامر الشامي، معي إجازة من معهد القراءات في تجويد القرآن الكريم، ومعي عالية القراءات قراءة العشر من معهد القراءات دمنهور. بدور على إتقان القرآن، إتقان القراءات العشر، قراءة الكسائي وقراءة خلف العاشر وقراءة ابن كثير وقراءة أبو عمرو البصري وقراءة ابن عامر وقراءة حمزة ويعقوب وغيرهم. مميزات القرآن عنده المخارج سليمة ما شاء الله. مميزاته القرآنية في الحفظ وكتحفيظ ما شاء الله متينة متينة جدا. المميزات الأخلاقية، المميزات الأخلاقية لمحمد ما شاء الله عليه، يلتزم بما قال النبي صلى الله عليه، بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، قالت: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان النبي قرآنا يمشي على الأرض، فمحمد ملتزم بإيه؟ بهذا الحديث وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يصطفي بهذا القرآن أناس. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالقرآن الكريم أفضل وأعظم نعمة في الكون. الآية اللي بحبها جدا وأحب أقرأها دايما: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قل كل يعمل على شاكلته فرب
فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أنصح كل الشباب أن يتعلموا القرآن الكريم لأنه حبل الله المتين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن تمسك بحبل الله عز وجل القرآن الكريم نجا في الدنيا والآخرة. وأنصحهم بالصلاة في أوقاتها وعدم ضياع الصلاة ومراجعة القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، وأن يستمعوا إلى المشايخ المتقنين في حفظ القرآن الكريم. نتعلم من القراءات لهجات العرب زمانا، مثلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هناك قارئ من القرآن العشرة اسمه السوسي، السوسي عن أبي عمرو، يقرأ: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فيقرأ بإدغام الثاء في الضاد. فلو تكلمت مثلا مع واحد من الصعيد مثلا، لو اتكلمت مع مثلا فقول لك الحديد ده صح. فالقراءات جاءت على لهجات العرب، فمثلا واحد ما بعرفش يقول ايه حديث فيقرا حديد، فهناك قراءه دلت على ذلك: هل اتاك حديد ضيف ابراهيم المكرمين. انا محافظ في اكاديميه الدكتور احمد بن زين للدراسات القرانيه، ماسك قسم القراءات داخل الاكاديميه، وفي اولاد قراوا علي قراءه شعبه عن عاصم وحفص عن عاصم، قراءة كاملة من الفاتحة إلى الناس. وهناك يقرأ ابن عامر الشامي، وإن شاء الله نقرأ الكسائي إن شاء الله وبقية القراءات إن شاء الله. يعني نفسي الأولاد يكونوا قرآن يسير على الأرض، ليس مجرد كلام بيحفظوه بس، يعني تطبيق فعلي على وجه الأرض. يعني مثلا يسمع كلام والده والدته معلمينه داخل أي كتاب، ومحافظة عن الصلاة، المحافظة عن الصلاة وسماع كلام الأب والأم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. برواية إيه يا شيخ محمد؟ قرأت بقراءة أبو جعفر. أيوة. وقرأت ابن كثير وقرأت ابن عامر وقرأت ورش.
جزاك الله خير وربنا يفتح عليك ويبارك فيك ويحفظك ومن تقدم الى تقدم ان شاء الله، وجزاك الله خيرا يا مولانا. امنيتي ان اتم تعليمي في معهد القراءات، ان اكمل دراستي في معهد القراءات والتحق بكليه القران الكريم في طنطا، وان اكون امام وخطيب ان شاء الله، واعلم الناس القران اكثر واكثر ان شاء الله. اتمنى ان ادخل والدي ووالدتي الجنه وكل اقاربي وندخل الجنه ان شاء الله. اشكر كل مشايخي وكل من وقفوا بجانبي وكل من علموني حرف من القران الكريم، أقدم لهم جزيل الشكر وأن أشكرهم وأقدم لهم جزيل الاحترام والشكر، وجزاهم الله عني خيرا. أقول لوالدي ووالدتي أشكركم بأن علمتموني القرآن الكريم وجعلتموني في هذه المنزلة الرفيعة من أصحاب القرآن الكريم. أتمنى من الله عز وجل أنه يحقق له كل أمانيه، لأن محمد من المخلصين ولا نزكيه على الله أبدا، لأن محمد مجتهد، وندعو الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه في مجال القرآن وفيما بعد القرآن. أدم الصلاة على الحبيب، أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات، أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب، تسري فتبعث بالندى والري للروح الجديد، وتطوف بالرضوان تنشره على كل القلوب. إن الصلاة على النبي شمس لا تغيب، الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. شفيع هذا القرآن، شفيع عند الرحمن، شفاء وهدى وأمان، ضياء في كل زمان، سعيد من عاش هدى، يريد ترتيل ضياء، يريد رضوان الله يعيد للقلب حياة. شفيع شفيع.